انتقل إلى رحمة الله كل من المجاهدي عضو جيش التحرير الوطني والدبلوماسي السابق خالد الحسناوي، كما انتقل إلى رحمة الله المجاهد والمؤرخ محمد العربي إزبيري. وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيجا إلى عائلتي الفقيدين بأخلص التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة في فقدان مجاهدين نذرا حياتهما خدمة للوطن. إن لله وإنا إليه راجعون.